بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. كنت منا دائما تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. كيف العادة كنشكر دائما المتابعين والمشاركين الأفاضل، وإن شاء الله نبدأ معكم الخدمة مباشرة. كيف ما لاحظتوا رشمة على هذا الشكل، رشمة عصرية مودرن اللي ممكن تطبقيها على الجلابة ديالك، والخيط اللي غادي نخدم به كيف ما كتلاحظوا الخيط ديال الآلة الطرز الرباطي، وغادي ندير الخيوط على غيكونوا 6 شعارات، يعني 3 وغادي ندوبلهم غيوليو 6 شعارات. ممكن انت تخدمي باقل او لا اكثر، لكن الاختيار. المهم غادي نبدا نخدم بهذه الطريقه اللي طريقه سهله. غادي نخدم اختاري داك اللون، وغادي ندخل الوان اخرى ان شاء الله. المهم كنتمنى دائما نكون عند حسن ظنكم، وان شاء الله اللي عجبته الرشمه وبغاها يدخل عندي الفيسبوك او يعني هذا الانستغرام ولا تيك توك، اي يعني قال مواقع التواصل الاجتماعي، وغادي نحط لكم الروابط في صندوق الوصف ان شاء الله. المهم غادي نخليكم دابا تكملوا الرشمه ان شاء الله. بالنسبة للمشاركين أو المشاركات جداد، كنتمنى أنهم يدعمونا ويحطوا لنا لايك وتعليق، جزاكم الله خيرا. وغادي نحط رابط تيك توك، كنتمنى أنكم تدعموني كذلك فيه، غادي نحطه في صندوق الوصف، وهذا طلب مني إليكم. كنتمنى يعني تزيدوا تدعمونا بكم يعني بفضل الله تعالى، وبكم يعني كنستمروا، وان شاء الله نجيب لكم افكار جديده ورشيمات جداد يعني تكون متنوعه، وان شاء الله نكون دائما عند حسن ظنكم. المهم غادي نخليكم دابا تكملوا الفيديو حتى الاخير، وشكرا جزيلا لكم.
ترجمة